اتفضل يا عمر. طيب هي نقطتين زي ما كان برضو بيتكلم اديني عنوان عشان الجمهور يفضل مركز معايا. حلو قوي. لليبو ده هو كل برضو بنتكلم في نقاط القوه، في نقاط القوه هو في نقطتين مهمين جدا. لليبو الراجل هو عمر بيتكلم عليه، راجل الراجل ده بيطلعوا عليه بنسبه 90%، راجل مهم جدا في المرتدات والكرات الطوليه، وهنجيب لك حالات هتحسسك هتعيشك في ماتش بكره. يلا الحالات على يعني لو نبدا ماشي دي ارقامه عشان نبقى عارفين الناس. هو في 9 ماتشات من ضمنهم الاربعه بتوع التصفيات اللي هم قبل دور المجموعات، يعني 5 اهداف 25 محاوله على المرمى، والفرق اللي بينه وبين اقرب واحد ليه كتير قوي 9 تقريبا. فهو مسدد 25 منهم 11 على المرمى، مراوغات صحيحه 16 7 1 على 1 خطير جدا جدا، استلام الكره 147، ثالث اكتر لعيبه الهلال استلاما للكوره. تعالى خش على طول على الحاجات اللي هتحسسك ببكره. ده ماتش سان داونز والهلال كان بيلعب تحت الكوره شويه، وده ممكن بكره هو ده اللي يحصل. فهيعمل ايه اللي هيحصل؟ بص، اول ما الهلال بياخد الكوره ايه اللي بيحصل؟ الكوره مع سان داونز، الراجل في نص الملعب هيقطع الكوره، اول ما بيقطع الكوره الطوليه على طول لليبو. ده هو ده لليبو. ماشي. لليبو ده هيستلم الكوره بكل الاشكال، هيستلم من اليمين وهيستلم الشمال وهيستلم النص، ويعرف يلف بكل المدافعين. هنا دي واحده انقذها الحارس ببراعه شديده جدا. نخش على الحل بعديها، برضه هجبه لسان داونز هتترد الكوره، بص على طول لعيب الهلال هيرفع عينه وطوليه على طول لليبو. المشهد ده مهم جدا. ماشي. عشان ده ممكن يتكرر بكره بمنتهى البساطه. اللعيب ده هيروح بص وبيكمل معاه على طول محمد عبد الرحمن المهاجم المتميز جدا، برضه واحد من المهاجمين الخطيرين جدا جدا. دي نفس الكوره، بص التحرك اهو من نص الملعب كمل بيها، هي كرات طوليه على طول، وشايف لليبو واحد لواحد. ودي واحدة اتكررت عشان تبقى تشوف بقى، دي النقطة بادئة من نص ملعبه، ودي نقطة مهمة جدا ما ينفعش تعدي. علي معلول لعيبها وحشة قوي، هياخدها لليبو، بص هيعدي من كام واحد، سباق السرعة بينه وبيرسيتا وعدى منه، خد عبد المنعم ولعب لمحمد عبد الرحمن في المساحة، واحدة من الكرات الخطيرة جدا. الراجل ده ما ينفعش يلف بيك لأنه جسمه قوي جدا، ما ينفعش يعمل السبرنت ده، وتنته دخل جوه وخرج بره عمل اللي هو عايزه، وجسمه قوي جدا جدا. فده واحدة من نقاط القوة جدا جدا لفريق الهلال. جبته